اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بالمدير الفني الحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا مع كابتن اشرف فتاح رئيس الجهاز، اكيد كابتن عادل شومان الحقيقه الذي لا يكل ولا يمل في المجهود والتعب من اجل الفريق. اهلا بك يا كابتن. اهلا يا كابتن هيثم، ربنا يخليك يا رب. نورنا والف الف مليون مبروك. الله يبارك حضرتك، ربنا يخليك يا رب. بنرحب بفتاتنا الذهبيه، قول اول تصنيف العالمي تحت 15 وايضا تحت 17، وما شاء الله الرانك بتاعها يعني متقدم جدا حتى في السيدات. فتاتنا الذهبيه هنا جود، اهلا بيك يا هنا. اهلا بحضرتك، مبروك ونتمنى لك كل التوفيق، اكيد وجودك بيسعدنا جدا. ربنا يخلي حضرتك. كابتن عادل، اجل حضرتك بطوله كانت صعبه، استعدت ليها بشكل جيد، كان في دعم من مجلس الاداره والرئيس الجهاز الكابتن اشرف والنشاط الرياضي كابتن خالد العوضي. كلمني على ما قبل البطوله، ان هي البطوله ما بتتحققش الا بجهد وتعب قبل البطوله. هي فعلا البطوله كانت صعبه. قبل البطوله كنا عاملين، كنا انا والكابتن احمد عايد بصراحه يعني كنا مسخرين نفسنا للعيبه. كنا مثلا واحد زي هنا مثلا عندها ظروف ما ينفعش تيجي الصبح، لا انا هاجي الساعه مثلا 12. اوكي، احنا تمريننا عموما يعني كان بيبقى مثلا من 10:30 ل 12:30، وبعد الظهر من 7 ل 9. ففي حد مثلا ظروفه ما بتسمحش انه يجي 10:30، لا يجي الساعه 12، ماشي تعالي الساعه 12. طب يا جماعه انا مش هقدر اجي الصبح، هاجي ينفع اجي قبل التمرين، اجي الساعه 5 واتمرن من 5 ل 7، بعد كده اخش اكمل تاني. يعني تعالي الساعه 5 12 ساعه في كنا بنك يعني كنا مثلا من الصبح لبالليل بصراحه. انا والكابتن احمد عياد كنا من الصبح لبالليل، فكنا بنشوف ظروف كل حد، كل يعني كل لاعبه ظروفها المناسبه انها تتمرن امتى بالظبط، وكنا بصراحه بنبقى متواجدين يعني. طب قبل البطوله دخلتوا معسكر يا كابتن، هل كان في معسكر مغلق عملتوه، هل ولا اكتفيتوا ان انتوا تخشوا معسكر قبل البطوله بيومين بس لان كان الدوري شغال، يعني عملتوا ايه في الناحيه الفنيه؟ هو ما كانش معسكر مغلق بالمعنى، لكن هو كان التمرين كنا عاملينه صبح وبعد الظهر. صبح الظهر يعني التمرين بتاعنا بالظبط كده. يعني حتى نديم يعني كانت بنتها تعبانه بالظبط كده. والف سلام عليها، وكمان اللي عنده مذاكره وعنده امتحانات، انه كان وقت امتحانات وقت صعب بالظبط كده. فكان المعسكر مفتوح، احنا تمريننا من 10:30 يا جماعه ل 12:30 ومن 7 ل 9. اي حد عايز يجي يتمرن في غير الوقت ده احنا يعني احنا متواجدين. فكان الحمد لله يعني كان فعلا اللعيبه كانت مواظبه جدا جدا على التمرين، والحمد لله ربنا وفقنا. طيب انت اخترت 6 لاعبات للبطوله يا كابتن، اكيد عندك مجموعه كمان كانت تصلح تلعب وكانت جاهزه والدور هيجي عليهم اكيد طبعا، يعني انت اكيد عاملين روتيشن واكيد ده هيتلعب النهارده وده النادي الاهلي. يعني شايف ان احنا عندنا النهارده سكواد كبير، عدد اللاعبات كم معاك دلوقتي يا كابتن؟ والله يعني في الفرقه، في فرقه السيدات في بالظبط يمكن حوالي 10 لاعبات. ما شاء الله. بس هو في حاجه بس انا عايز اقولها، يعني احنا كنا يعني بنطالب ان يكون معانا محترفه، لان كانت دينا مشرف كانت ظروفها شويه ممكن ما تبقاش موجوده. يعني هي بتسافر بتاع الكلام دون، وحتى احنا لما اتكلمنا قلنا لو دينا مشرف هتبقى معانا لا خلاص احنا مش محتاجين محترف. طبعا اكيد. فالحمد لله بالظبط. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا يعني دينا تبقى متواجده معانا قويه جدا، والحمد لله يعني كنا جاهزين للبطوله. معانا دينا، معانا هنا، نادين، معانا ساره، معانا الاء، رؤى، وفي في ناس تانية بصراحه يعني هم، بس عشان المشكله ان القايمه بتشترط علينا 6، لكن في ناس تانية يعني كويسه جدا تقدر تخش بالظبط. في فريده، في وعد، في جنى، يعني في ناس كويسه جدا كانوا ممكن يكملوا معانا، بس هي المشكله ان القايمه بتحكمنا ب6 لاعيبه. دورهم جاي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. وحضرتك قلت لي الكلام ده مره وتكرارا، ان انا بعتمد على الكل، وان شاء الله بالظبط اللي هيبقى له دور النهارده هيبقى ممكن بكره يريحه بالظبط، فاكيد الكل يبقى موجود. انا حبيت بس اشير ان الفرقه مش الستة دول بس، لا لا لا، انت عندك لا لا، احنا 10 لعبات تمام.